شايفين بقى الكيك قد ايه هش وجميل، شايفين الجمال. 2 في 1 فانيليا وشوكولاته. حبيت اضحك على الولاد واعمل لهم اللي هم عايزينه بس في صينيه واحده زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال، وبسم الله ما شاء الله الكيك طالع خطير بصراحه. قد ايه هو هش وجميل، شايفين شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، يعني هش جدا جدا. تعالوا بينا كده نخش الفيديو ونشوف الجمال ده عملناه ازاي، ونشوف المقادير الحلوة دي ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيب قلبي، عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاد. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بالفانيليا وكيكة بالشوكولاتة 2 في 1. طب ازاي ولا 2 في 1؟ هنعملهم في صينية واحدة، تمام. طب انا عندي الولاد هنا، حد بيحب بالشوكولاتة والتاني بيحب بالفانيليا، طب اعمل ايه؟ اعمل صينيتين؟ لا، قلت ايه، هعمل الكيكة هتبقى 2 في 1. طب ازاي؟ يلا بينا كده نشوف الطريقة هنعمل ازاي الكيكة فانيليا وكيكة الشوكولاتة 2 في 1 في صينية واحدة. يلا كده نسمي الله كده ونشوف مكوناتنا او مقاديرنا عبارة عن ايه. بسم الله. المقادير عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، الدقيق ده منخول، تمام. معايا بيكنج باودر واتنين فانيليا، معايا معلقة كبيرة خل، 3 بيضات، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية لبن، كوباية ونص من السكر، تمام، ومعايا 2 كوباية من الكاكاو الخام، تمام. اول حاجة هنحط ايه؟ هنحط البيض، بسم الله، تمام كده، وعليهم معلقة الخل اهي، وهنحط كمان الفانيليا بتاعتنا، كسين الفانيليا، بسم الله اهو، تمام. هنحط ايه كمان؟ هنحط الزيت، تمام، والسكر واللبن، ادي اللبن، بسم الله، وادي السكر، السكر هحط 2.5 كوباية من السكر، تمام، ادي وادي النص التاني من السكر، تمام كده. هضرب بقى دول في الخلاط وارجع لكم، تمام كده. ده الخليط بتاعنا، هنجيب بقى طبق ونحط فيه الخليط بتاعنا ده، بسم الله، بالشكل ده، تمام كده، تمام. عندي بقى الدقيق هنا، هحط عليه ايه؟ هحط عليه البيكنج باودر، بسم الله، كيس البيكنج باودر كله اهوت، وهحط عليه كمان رشه من الملح، رشه صغيره خالص كده لا تذكر يعني من الملح، وادي الرشه الصغيره، شايفين قد ايه، حاجه بسيطه كده من الملح. وهقلب بقى ايه الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح الصغيره دي، تمام، تمام. طيب نجيب بقى الخليط بتاعنا، بسم الله، وهبتدي انزل حبه حبه كده بالدقيق، بسم الله، وابتدي اقلب، تمام. جبت بقى المضرب بتاعي وابتديت ان انا ايه اقلب كده اهو حبه حبه كده، وابتدي انزل بحبه دقيق تاني اهو بالشكل ده، وعلى ناحيه تانيه يا جماعه اقلب الكيك، تمام اهو على ناحيه واحده بس. طبعا الفرن عندي انا مولعاه، تمام، ولعت الفرن عشان يسخن طبعا اهو كده. ده القوام بتاع الكيك، بصوا كده قوامه، تمام، بالشكل ده اهو، تمام كده. عندي بقى الصينيه بتاعتي حطيت فيها نقطه زيت وبدرتها بالدقيق بالشكل ده، تمام، تمام. طيب عندي بقى ايه عشان اقسم الكيك، تمام، جبت حاجه حطيتها اهو، غطى الخلاط حطيته كده عشان احط الكيك بتاعنا، هقسمه بقى ايه نصين، تمام، بسم الله، كده تمام. ده النص الاولاني اهو بالشكل ده. طيب النص التاني هعمل فيه ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل فيه ايه.
جبت طبق وهحط فيه ايه، هحط فيه معلقتين الكاكاو الخام بالشكل ده، وعليهم بالظبط معلقتين اتنين من اللبن. تمام اهو، هخفه باللبن وهبتدي اقلبه. هبتدي اقلب بقى ايه الكاكاو مع اللبن كده، اخفه. تمام خلاص كده، بعد ما قلبت الكاكاو باللبن، بسم الله، هقلبه بقى على الخليط التاني بالشكل ده كده، وابتدي ان انا ايه اقلبه بقى ايه كويس. تمام كده خلاص. تمام بعد ما قلبناه كويس كده، تمام كده، هبتدي احط بقى الخليط التاني بسم الله بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس كده بالشكل ده كده تمام. وطبعا انا زي ما قلت لكم انا مولعه الفرن، هدخلها على درجه حراره 180 ونشوف الجمال ده بعد ما يطلع عامل ازاي. ودي كده شكل الكيك بتاعنا بعد ما اتخرج من الفرن. بسم الله ما شاء الله جميل قد ايه. تمام هقلبه معاكم. نجيب طبق بقى. بسم الله، عشان انا عاملاه بالدقيق وبالزيت ان شاء الله يتقلب معايا بكل سهوله. بسم الله بسم الله. بصوا بقى كده، بصراحه هو الكيك سخن مولع مولع جدا يعني. تمام شايفين الكيك؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي العسل. شايفين الجمال؟ هنقطع حته مع بعض دلوقتي. نقطع بقى حته كده مع بعض. بسم الله، شايفين قد ايه هو هش؟ بسم الله ما شاء الله، هش قد ايه وجميل. بصوا بقى، بصوا الجمال. وعشان هو لسه سخن، شايفين الكيك عشان لسه سخن خالص اهو، شايفين بقى الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني كده حاجه زي العسل. شايفين؟ وبألف هنا وشفا. طبعا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.